مساء الخير، ما جديد التطورات بغزة؟ تفاصيل في هذا الاتصال مع الزميل جورج عبود. جورج يعطيك العافية. الله يعافيك جريس. جورج، شوفي عنا شيء جديد بهذا الموضوع. يعني جريس، المواجهات اللي كنا عم نشهدها بين شبان فلسطينيين وشرطة الاحتلال الإسرائيلي بباحات المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، نعم، تحولت إلى تصعيد حربي، وخاصة من بعد ما شفنا أنه الصواريخ دخلت على خط هذه المواجهات. يعني الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية أعلنت أنها أطلقت أكثر من 100 صاروخ باتجاه إسرائيل. يعني الرشقات الصاروخية كنا عم نشوفها باتجاه القدس المحتلة، تل أبيب وعسقلان، ردا على هذا العدوان الإسرائيلي بالشيخ جراح والمسجد الأقصى. يعني ايضا الجدير ذكره بهذا الموضوع انه اعلام العدو كان اشار الى مقتل ضابط كبير وثلاث جنود باستهداف اليتهم رباعيه الدفع من قبل سرايا القدس بشرق بيت حانون. وايضا الرد على هذه الصواريخ والهجمات الصاروخيه كانت من قبل العدو الاسرائيلي بضربات جويه أسفرت لحديت هاللحظة بحصيلة أولية بحسب وزارة الصحة بغزة عن ارتقاء 20 شهيد من بينهم 9 أطفال بهذا العدوان الإسرائيلي. يعني أكثر من 150 صاروخ تم أطلاقه. أيضا بتحديث للهلال الأحمر، حوالي 395 إصابة سقطت خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بالمسجد الأقصى ومحيط حي الجراح، في من بيناتهم 263 إصابة تم نقلها للمستشفيات. يعني هذا الوضع. نعم. بعرف قد ايه ممكن انه يصير في تصعيد اكثر، وخاصة في يعني اتهامات متبادلة. اسرائيل والعدو الاسرائيلي قال انه رح يرد هو على من يهاجم وسيدفع الثمن غاليا يلي بادر واطلق هيدي الصواريخ. بانتظار نحن نشوف شو الوضع كيف رح يكون، وخاصة شفنا المناوشات كيف تطورت إلى حرب حقيقية، على أمل أنه ما تستمر. شكرا لك زميلنا جورج عبود على هذه المعلومات. محليا، مبادرة حاكم مصر في لبنان، واقع قد يترجم أوهام لن تبصر النور. ببيان فاجأ كثر، كشف حاكم مصرف لبنان رياض سليمي عن مبادرة تشمل التفاوض مع المصارف لاعتماد آلية تبدأ بموجبها المصارف بتسديد تدريجي للودائع التي كانت قائمة قبل 17 تشرين الأول 2019 بالعملة كفة، مستندا إلى نجاح التعميم 154. إلا أن خطوة سليمي هذه، وبدل أن تلاقى بإيجابية، انتقدت تحت شعار سليمي يحتال على المودعين لرفع الدعم. النقطة الأهم بهالموضوع هي انه هل آلية هيدي رح تخضع لمفاوضات بين مصرف لبنان والمصارف التجاريه. يجب اول نقطه نشوف قدره المصارف على تلبيه هيك مبادره من ناحيه السيوله. المبادره واضحه ويجب انتظار بدء المفاوضات بين الطرفين. ولكن من أين ستؤمن المصارف السيولة بظل ما قيل من أن جمعية المصارف قالت في مجلس النواب بأنها لم تؤمن أكثر من 300 مليون دولار من أصل أكثر من 3 مليارات دولار؟ لجنة الرقابة على المصارف هي عم تدرس ملفات كل مصرف بمصرفه، وستقدم عند انتهاء دراستها تقريرا مفصل إلى المجلس المركزي لمصرف لبنان. هذا سؤال يسأل، من أين ستأتي هذه السيولة؟ هل ستأتي من 3% يلي التعميم 154 طلب وضعها بحسابات مصارف مراسلة محررة من أي التزامات؟ أو رح تجي من الاحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان يلي هي بنتيجة ودائع الناس؟ في هذا الإطار أكدت مصادر رفيعة أنه خلافا لما ذكر فغالبية المصارف لبت متطلبات التعميم 154، وبانتظار تقرير لجنة الرقابة على المصارف فالخطة سيتم بموجبها دفع مبالغ تصل إلى 25 ألف دولار أمريكي وبالدولار أو أي عملة أجنبية، إضافة إلى ما يساويها بالليرة اللبنانية، على أن يتم تقسيط هذه المبالغ على فترة زمنية يحددها مصرف لبنان قريبا، على أن يتم تقسيط هذه المبالغ على فترة زمنية يحددها مصرف لبنان قريبا شرط الحصول على التغطية القانونية. وهنا أسئلة كثيرة طرحت، لما المطالبة بالتغطية القانونية؟ بفتكر هذا مرتبط بمشروع قانون الكابيتال كنترولز
يلي حضرته لجنة المال والموازنة، لأنه كمان هالمشروع هيدا في بند بيسمح للمودعين بسحب جزء من ودائعهم حسب طريقة محددة بهيدا المشروع بالعملات الأجنبية. برأيي أنا هم مرتبطين ببعضهم بشكل أو بآخر لا يكون في معيار واحد لهالسحوبات. مبادرة حاكم المركزي قرأ فيها البعض أنها احتيال على المودعين لرفع الدعم، لأن المعنيين يؤكدون عكس ذلك. التغطية على رفع الدعم، لا، مصرف لبنان قال إنه هو ما راح يرفع الدعم، راح يستمر بآلية الدعم الحالي مع بعض التعديلات. بس يعني إذا واحد بده يربط موضوع ضخ دولارات بالسوق من خلال سحوبات المودعين، هل هيدا هو بديل عن البطاقة التمويلية؟ خلينا ننطر الأيام القادمة. وبانتظار أن تتبلور مبادرة سلامي، علقت مصادر مطلعة على جو المركزي بالقول سلامي يحاول بما تمكن أحداث خرق إيجابي، لكن أي إجراء يتخذه المركزي لن يكون متكاملا بمنأى عن الحل السياسي المطلوب. إلى ذلك، أصدر مصرف لبنان تعميما موجها لمؤسسات صرافية يتعلق بتعديل القرار الأساسي المتعلق بالمنصة الإلكترونية لعمليات الصرافي، كما أصدر المصرف تعميما للمصارف يتعلق بتعديل التسهيلات الممكن أن يمنحها المصرف المركزي للمصارف وللمؤسسات المالية، بالإضافة إلى إجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية ومساعدة المتضررين من الانفجار في مرفأ بيروت. وأصدر المصرف تعميم رقم 13324 تاريخ 10/5/2021 متعلق بإجراءات استثنائية حول العملات الأجنبية. في سياق آخر، وجه وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال غازي وزني كتابا جوابيا إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامي حول موضوع إطلاق منصة الصيرفي، مبديا موافقته للتنسيق معه على إطلاقها بهدف المساعدة على تأمين ثبات القطاع استنادا إلى أحكام المادة 75 من قانون النقد والتسليف. معيشيا، بعدما عملت بعض محطات البنزين لرفع خراطيمها واخرى شهدت على طوابير للحصول على ماده البنزين، هل حلحلت الازمه؟ عبيله بالجالون، سيارتي او موتويتي مقطوعه، هيدي الحيله الجديده اللي عم يلجا لها بعض الاشخاص ليحصلوا على كميه محروقات اضافيه، والحجه بركي وقفوا يعبوا بنزين. هالخوف مبرر لما كل فتره والتانيه بتتوقف بعض المحطات عن توزيع المحروقات. الموتور فاضي مثلا بده بنزين، لانه سيارات العالم فاضي بدها بنزين. هذا السؤال بدك تساليه لاصحابين المحطات، هن مش عم يفتحوا. هلا اذا في محطات فاتحه لشو لنحنا نعمل بانيك بدنا بنزين؟ ما فيش بنزين، ما حدا عم يبيعك، عم يحتكروا البنزين، ناطرين ليغلى البنزين ليبيعونا اياه باكثر سعر. من الصبح انا قطعت من البنزين، مضطر اني خلي معي جالونات وبروح وبجي على شغلي انا، اذا بنقطع ببهدل على الطريق. صرنا شي ثلث ساعه 25 دقيقه ناطرين، صرنا شي ساعه ناطرين تنعبي البنزين ونتحرك. هون هيني بس غير مناطق، ولب ساعتين وثلاث ساعات بيوصل دوره الوحده اذا مش اكثر كمان. هذا زل الحق على المسؤولين، لان قاعدين على الكراسي ونحن قاعدين تحت الشمس مذلولين. العجقة هي نتيجة سببين أساسيين، الأول انتشار أخبار عن إمكانية رفع الدعم عن المحروقات، والثاني هو الحديث عن أزمة بنزين ومازوت. بأكد المعنيون أن المحروقات منا مفقودة من البلد، هي متوفرة ولكن بكميات محدودة. شو السبب؟ تأخر مصرف لبنان بفتح الاعتمادات وتسليم الموافقات اللي بتمكن البواخر من تفريغ بضاعتها، عم يدفع الشركات المستوردة لتلجأ للتأنين بالتوزيع بهدف أن تعمل إدارة مخزون بانتظار أنه توصل البضاعة الجديدة. سبب هذه العجقة أنه ما عم يفتحوا اعتمادات للبواخر، فهي سبب العجقة، ما عم يسلمونا بضاعة، بضاعة قليلة بالسوق. بس نحن قد ما فينا عم نمشي الزباين، وقد ما قدراتنا فينا نعبي، يعني بالنهاية خزان بالمحطة بده يفضى. أزمة البنزين رح تتحلحل، وأخيرا حصلت إحدى البواخر على موافقة مصرف لبنان وباشرت تفريغ بضاعتها بالمستودعات، وأكدت الشركات المستوردة إنها رح تكفي تسليم البضاعة لغاية عيد الفطر. مليونين 3 مليون سيارة هجموا كلهم على محطات البنزين بفرض يوم. المحطات ما عندها مخزون كفاية، يعني في محطات ما بقى عندها مادة البنزين، في محطات عندها، في شركات مشكورة سلمت يوم السبت لتلبي حاجة السوق، في محطات فاتحة، في محطات ما عندها بضاعة، يعني
في بعض المناطق. اليوم صار في تسليم، الشركات اللي عندها بضاعة مشكورة سلمت، في شركات في شركة عندها وما سلمت، وفي شركات بعد ما فرغت الباخري. بس نحن فينا نطمن انه ما في أزمة بالمطلق، ورفع دعم، ما في رفع دعم على المحروقات بدون ما يكون في بديل. مشهد طوابير السيارات أمام محطات البنزين منه إلا بروفا لمشهد طوابير الناس يلي ممكن توقف قدام السوبر ماركت أو محلات بيع المواد الغذائية لتحصل على بعض حاجياتها إذا ما بادر المعنيون إلى وضع خطة كاملة لرفع الدعم ملحقة ببطاقة تمويلية ما لقيت بعد مصدر تمويلها. الحكم الصادر بقضية الطفلة إلا طنوس يتفاعل، اضراب للمستشفيات واعتصام، أما والد إلا فيرد عبر الأو تي في ويشرح وضع طفلته. التفاصيل مع الزميل جورج عبود. بالحكم شبه النافذ وصفت مصادر مطلعة الحكم الصادر بقضية الطفلة إلا طنوس، فإمكانية الطعن والتمييز باتت ضئيلة. وبالتالي بعد 6 سنوات أصدرت محكمة الاستئناف ببيروت برئاسة القاضي طارق بطار حكم النهائي بقضية إلا. 9 مليارات ليرة لبنانية بدل عطل وضرر، بالإضافة لدفع دخل شهري لمدى الحياة يقدر ب4 أضعاف الحد الأدنى للأجور، ومبلغ 500 مليون ليرة كعطل وضرر لكل من والدي إلا. إنما الأكيد ما في شي بعوض على إلا يلي خسرت أطرافها الأربعة. وبظل الاحتجاج حول ما اعتبر بالحكم الجائر، والد إلا وعبر الأو تي في سأل التالي. القضاء إجا جاب لجنة طبية برئاسة النائب شرف وشرف، وهيدي اللجنة أخذت أتعابها 80 مليون ليرة لحتى تزود القضاء اللبناني بتقرير علمي شو صار بقضية إلا. وهيدي اللجنة قالت بختامة، وهيدا الشيء موسع خطيا وتلفزيونيا يعني للبروفيسور شرب وشرب، بيقول انه هيدي اللجنة نعم في اخطاء وذكرناها. هو اللي قال، مش انا اللي قلت، هو قال للقضاء، واجا القضاء دفع له بدل اتعاب واخذ التقرير تبعه واصدر احكامه. يعني هلا اذا هو بده يغير رايه هذا شيء ثاني. اما ردا على اعتبار انه التعويضات المقره للطفله الا مبالغ فيها، نحن رحنا جبنا تقارير طبيه من اطباء مدينه شو كلفه علاج الا بحاجه لبروتيزات تغيرهم كل سنه من بجريه، وكل السنه بتلاقي وكل 6 سنين بايديها، وكلفه البروتيز فوق $20,000 من برات لبنان، بحاجه لعمليات تجميل، بحاجه الا لشازولون، الا بحاجه لفيزيوثيرابي مرتين بالاسبوع، الا بحاجه لمرافقه مدى الحياه. لانا عرضت له صوره للقاضي الا مركبت من البروتيزات من وقت العمر 6 سنين، لا من وقت كان صار مع الخطا من 6 سنين لهلا 8 × 20,000 يورو، انا مركب له بروتيزات ب 160 الف يورو، يعني بيطلعوا 40% من الحكم اللي صدر او 30% من الحكم اللي صدر. هيدا هسه ما صار عمره 6 سنين، كيف بس ليصير عمره 70 سنة؟ هيدا تضليل الرأي العام. الغرامة يلي فرضها القضاء هي مشحفة بحسب نائبة الأطباء. من هون إجا قرار تنفيذ إضراب تحذيري بجميع المستشفيات لمدة أسبوع، وعدم استقبال إلا الحالات الطارئة، بالإضافة إلى اعتصام أمام قصر العدل. شو من عطيت الطفل بضل قليل بالحالة يلي هي فيها، ولكن بذات الوقت كتير على اللي اشتغلوا بكل ضمير وبكل علم وبكل إنسانية يصفي بالنتيجة، عم يتلاحقوا قضائيا إما بالسجن مثل ما صار بهالحالة بداية، وإما بالحكم يلي بيعتبروا جدا جائر وجايين حتى نعترض عليه، وراح نكمل طريقنا لأنه هالشي بشكل خطر على الأمن الصحي بلبنان. ما راح يضل في حدا يتجرأ يشتغل بالحالات الصعبة والنادرة وقت التبعات راح تكون بهالشكل اللي عم نشوفه. إذن هذا الحكم حط مقصلة على رقبة المستشفيات وعلى رقاب الأطباء بذات الوقت، وبتأسفوا لأنه العلاقة بين المستشفى والطبيب من جهة وبين المرضى من جهة تانية رح تتغير من جراء هالحكم. المستشفيات رح تكون أكثر حذراً والأطباء رح يكونوا أكثر حذراً بالقبول انه ياخذوا المريض على عاتقهم. بالتعويض المعنوي وصفت عائلة إلا الحكم الصادر مجددين ثقتهم بالقضاء يلي قال كلمته بعد سنوات من المعاناة. رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا عبد الرحمن البزري يؤكد أن التقصي بحالتي الوفاة بعد تلقي لقاح أسترازينيكا يتم جديا، ومن غير الضرورة أن تكون الوفاة مرتبطة بأخذ اللقاحات.
الحالتين اللي عم تتفضلي فيهم عم يتم مراجعتهم. الحالة الأولى هي لشاب عمره 29 سنة، والحالة الثانية هي أيضا لرجل أبو شاب عمره بمنتصف الخمسينات. عم يتم التقصي جدي عن هذه الحالات. مش بالضرورة يكون الوفاة مرتبطة باللقاح. رح نحط الناس بكل التفاصيل، رح نكون كثير واضحين وشفافين بمتابعة هذه الأمور. صحيح في تأثيرات جانبية لكل اللقاحات، مش بس الأسترازينيكا، لكل اللقاحات، لكن هذه التأثيرات الجانبية مقارنة باختلاطات الكوفيد هي نسبتها نادرة الحدوث. أنا موقف واضح وصريح، لا يجوز اعطاء الاسترازينيكا لمن هم تحت 30 عام. لا، نحن قد ندرس توصيات جديده، نحن بكره عندنا اجتماع كمان اخر حنطلع فيه على توصيات جديده. نحن مثل ما كنا موافقين على الصيني، نحن موافقين على الصيني تحت 60 سنه، موافقين على الاسترازينيكا تحت فوق 30 سنه، وقد نوصي به غدا فوق 40 سنه. للموصين للفايزر انه في اتخذ بكل الفئات العمريه، لكن في مثلا حالات فرض تحسس او صدمات نسميها انافلاكسيس بنحب نتجنب الفايزر، ساعتها بنبعث المريض على الاسترازينيكا او غيره. اللي اخذوا اللقاح بعمر تحت 30 سنه ان شاء الله ما في مشكله، لانه بنرجع بنقول الاختلاط 4 على 8 بالمليون، وهو اختلاط نادر، يعني بالكل 200 الف ليطلع حالي وحده. النقطه الثانيه انه عاده الاختلاطات تحدث في الجرعة الأولى، وما شفنا بعد ولا اختلاط في الجرعة الثانية. برضو نحن كمان كلجنة علمية حندرس احتمال، لأنه بتعرف الأسترازينيكا بيعطيك هامش عندنا 3 أشهر للجرعة الثانية. برضو حندرس كمان باجتماعنا بالأسبوع بهد نهار الثلاثة غدا احتمال التوصية بأنه اللي أخده تحت 30 سنة بعدنا ما قررناها، ممكن انه نوصي وزارة الصحة انه تعطيهم لقاح ثاني اذا كان عمرهم تحت 30 سنة. في مجلس النواب اجتماع للجنة التربية تناول عودة العام الدراسي والامتحانات الرسمية، وكلام للوزير السابق الياس بوصعب الذي دعا إلى إدخال تعديلات تضمن المساواة بين طلاب الامتحانات الرسمية. أهم شيء هي إذا بده يصير في امتحانات بالتواريخ اللي انحطت من قبل الوزارة، هيدي الامتحانات لازم تكون أخذ بعين الاعتبار بالدرجة الأولى العدالة والمساواة. شو يعني العدالة والمساواة بالامتحانات؟ طلبنا انه يكون في دراسه، وهن يمكن بلشوا بالوزاره بهذه الدراسه، دراسه تشمل كل المدارس بلبنان وكل التلاميذ لحتى نشوف مين اكمل مناهجه ومين لم يكمل المناهج. يعني في اليوم تلاميذ لحد هيدي اللحظه عندهم 5% من المنهج يمكن اكملوا، وفي تلاميذ اكملوا 100% من المناهج. ما بيجوز نحط هول التلاميذ كلهم بفرد امتحان بفرد قاعة ونمتحنهم نفس الامتحان بالطريقة اللي مطروحة فيها شهادة البروفي. كان في تحفظ من كل النواب اللي موجودين اليوم على الآلية اللي عم بيقترحوها بوزارة التربية لإجراء امتحانات البروفي. هلا هني عم بيقولوا في عندهم أفكار جديدة وعندهم طروحات أخرى، طبعا بتتطلب أمور لوجستية لحد هاللحظة منا متوفرة. إذا قدروا يشتغلوا عليها ويوفروها، نحن دورنا ندعم وزارة التربية والإدارات بالقرارات اللي هي مصلحة قطاع التربية. طرحنا على معالي الوزير سؤال آلاف الطلاب اللبنانيين اللي تخرجوا من الجامعات اللبنانية ولليوم ما نعمل لهم تصديق على شهاداتهم أو معادلات، وشرح لنا سعادة المدير العام ليش عم بتصير المعوقات وهالإطالة، ولكن هذا الموضوع ما بقى يحمل انتظار، عم نأخر بمستقبل شبيبتنا. وطرحنا موضوع المدارس أصحاب الاحتياجات الخاصة. فاصل من واصل من بعد النشرة. رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل التقى رئيس حزب التوحيد وئام وهاب، وقد تناول اللقاء الملف الحكومي إضافة إلى موضوع الكهرباء وترشيد الدعم. من تابع؟ لا حدا متمسك بالثلث المعطل، وهذا أمر أبلغ لكل الوسطاء ولكل الدول، ولا حدا متمسك بوزارة معينة، يعني خاصة مع وزارة الطاقة.
حتما غير متمسك فيها التيار الوطني الحر، وهذا كلام اكيد يعني في يقوله انا، لانه يعني خلص هالجاي هيدي يعني خلص اللي بده ياخذها. فالامر الثاني اعتقد بانه من يعتقل هذه الحكومه يحاول التهرب من مسؤوليات جديه ما فينا نضلنا فيها من هون لسنه، يعني ما فينا نضلنا بدون حكومه من هون للانتخابات النيابيه، لسبب كتير بسيط انه في استحقاقات داهمه منا. موضوع الدعم اللي بحثناه بالعمق نحن والوزير جبران باسيل، طبعا هذا موضوع لازم نوجد له حل. نحن لا نتحمل يعني هذه النظرية الخنفشارية اللي قام فيها البعض بموضوع الكهرباء، أو تقديم ما بعرف هذا الطعم بموضوع الكهرباء، يعني ما بعرف كيف ممكن نختار العتمة بهيك وضع، يعني ما بعرف شو هالآلية بهذا السياق. يعني بموضوع الكهرباء منقول هذا هدر، طب بموضوع الدعم الثاني 6 مليارات منسميه دعم؟ مش عبعرف كيف هول 200 مليون هدر وهديك 6 مليارات، يعني شو منأخذ اللبنانيين على العتمة؟ شو بيصير بالانترنت؟ شو بيصير بالمستشفيات؟ شو بيصير بالماء؟ شو بيصير بكل القطاعات إذا أخذنا اللبنانيين على عتمة تامة؟ فلذلك يعني أتمنى أن يسقط هذا الطعن ونشوف كيف بنعمل معالجة أشمل لهذا الموضوع. وبالنسبة للأمر الثاني الدعم، نحن متفقين مع الوزير جبران باسيل، نفضل أن تؤمن الدولة $1 مليار هني كاش يوزعوا. طبعا هذه بدها تعديلات ببعض القوانين وقانون النقد والتسليف، ولكن يتوزعوا دولار على الناس حتى تقدر بالمقابل تخفف الدعم لبعض السلع. ومع هذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة. للمزيد تابعونا عبر فيسبوك، إنستغرام، وتويتر. شكرا لحسن متابعتكم وتصبحوا على خير.